الحمد لله الحمد لله يا ناس، الحمد لله رب العالمين. الامتحانات اتلغت، مفيش اي امتحانات بعد ما نرجع ان شاء الله من الدراسة. ده اذا رجعنا اصلا مش هنلاقي امتحانات اصلا، ده احنا اصلا مش هنروح المدرسة، مش هيبقى في مدارس يا جماعة. الحمد لله جت من عند ربنا مش من عند انا. الناس كلها بتقول، كل اللي انا بقوله ده يا جماعة مجرد شائعات، اقاويل، تنبؤات، ما انزل الله بها سبحانه وتعالى من سلطان. كل اللي انا قلت دلوقتي دوت ده لسان الطالب المصري، حال الطالب دلوقتي اللي بيتمنى ان كل الامتحانات تتلغي، يتمنى انه ما يروحش المدرسة خالص ولا يهوب ناحية المدرسة. ليه؟ هي المدرسة بقت بعبع للدرجة دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، أهلا بيكم كل أولياء الأمور، أهلا بيكم في الفيديو النهارده، فيديو غير تعليمي، فيديو ماشي مع مجريات الأمور، فيديو الواقع اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. كل يوم كل ساعة بنسمع حاجات كتير قوي، كل ما نفتح النت بنشوف آخر تصريحات الوزير، وزارة الصحة بتنسق مع وزارة التربية والتعليم، بنشوف قرارات كتير، المناقشات حاليا على الترابيزة بتقول بأن مفيش دراسة الترم الثاني، إلغاء امتحانات الترم الثاني وضمها مع امتحانات الترم الثاني في امتحان واحد. يا جماعة دي كلها بتعمل ربكة عندنا احنا كلنا. فين هي الحقيقة؟ يا ترى ايه الكلام الصحيح؟ ما تاخدش كلامك الا من مصادر رسميه موثوقه. كل اللي احنا بنسمعه على الساحه دلوقتي، كل القنوات اللي بتطلع تقول خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل، مش عارف ايه، ايه ده؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ لازم نفكر شويه كده بالعقل كده ونتدبر الامور بالراحه خالص، ماشي؟ مش عايزين نجري وراء الشائعات، ما نروجش شائعات. احنا عايزين مصلحتنا ومصلحة ولادنا والتعليم برضو يمشي وكل حاجة، اوكي، لكن مش بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي دوت، ماشي؟ اللهث وراء الشائعات ده شيء مش كويس، اوكي. يبقى احنا يا جماعة بنسمع كتير قوي عن الامتحانات هتتلغي. لا، مين اللي قال الامتحانات هتتلغي؟ مين اللي قال ان الامتحانات هتكون في شهر 5 بعد عيد رمضان كل سنه وانتم طيبين، وان الترمين هيكونوا مع بعض؟ ما نعرفش لسه، ما فيش دلوقتي قرارات حاسمه جازمه بهذا الامر. كل حاجه هتظهر في وقتها، كل حاجه في موعدها ان شاء الله، على حسب مجريات الامور وتطورات الاحداث وتطور الحاله الصحيه في البلد. طب يا ترى دلوقتي الطالب مش هيروح المدرسة فعلا؟ برضه ما نقدرش نجزم بكده. السيد الوزير لما طلع في القرارات الأخيرة كان قرار حكيم، بأن ممنوع الطالب يروح المدرسة علشان يعني حرصا من الدولة على الطالب وعدم التزاحم وعدم الايه يعني الازدحامات الكتير، يعني لتجنب العدوى اللي طبعا بتزيد حاليا. وده بفضل الله سبحانه وتعالى كان قرار حكيم وقرار جاي في وقته. البعض ممكن يزعل من هذا الكلام، لان كان في فعلا ناس متاهبه للامتحان وعايزه تخلص بقى من الامتحانات وتاخد الاجازه على خير وقلبها يرتاح ونفسيتها تصفى وكده. لكن دلوقتي القرار قرار دوله، القرار قرار سيادي، مجلس الوزراء، وزاره التربيه والتعليم، احنا مالناش يد فيه. هم شايفين المصلحه فين؟ سمع مطوع بنمشي وراهم. طيب فاحنا دلوقتي يا جماعه النصيحه الاساسيه والهدف الرئيسي من هذا الفيديو، ما نمشيش وراء اي شائعات، لا دعوه للاستسلام، ووصيه مهمه جدا يا شباب، بان المذاكره ما تسيبوهاش. خد ريست زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديو سابق، خد ريست، خد راحه، مفيش مشكله، انما الترم الاول خليه في دماغك، راجع بالراحه كده على دروسك، حل امتحانات، اوكي. وصيتي بقى الاساسيه دلوقتي هي ان مع بدايه شهر فبراير باذن الله حاول تمسك كتب الترم الثاني وتنقنق فيها وتبص فيها، اوكي. حاول يعني تفتح
القنوات اللي انت بتتابعها او تتابع مع المدرسين اللي انت بتتابع وياهم، وتحاول تبص بصة على الترم التاني، لان الايام بتعدي بسرعة. هتقول يا مستر ده بيقولوا ان الترم التاني هيتلغي. لا، مفيش حاجة اسمها ترم يتلغي، مفيش محتوى تعليمي مقرر على طالب من قبل الوزارة يتلغي كده بسهولة. مفيش حاجة تلغي يا جماعة، لأن السنة اللي جاية بإذن الرحمن مترتبة على السنة ديت، وكفاية اللي ضاع السنة اللي فاتت. وإحنا كلنا بنعاني مع أبنائنا وبناتنا دلوقتي في المدارس، اللي المعلومة بتطير منهم بسهولة، لأن مش متأسسين. للأسف الشديد الأزمة أثرت جامد علينا وعلى أولادنا. اوكي، فاحنا مش عايزين ايه ندعو ان احنا خلاص مفيش مذاكره، مفيش كتب، مفيش، لا، مش عايزين دعوه ديت. احنا عايزين نتقدم، مش عايزين نتاخر. السنوات اللي جايه قائمه على السنه اللي احنا فيها دلوقتي. وخلي بالك، الطالب اللي هيهمل ومش هيذاكر، ما هو كله على دماغه. خلي بالك، كله على دماغه، لان المعلومات اللي جايه مترتبه على المعلومات السابقه او الحاليه دلوقتي. اوكي، ف هتنجح. هنفترض يا عم انك انت هتنجح بسلام ويسر وكل حاجه، انما ايه النتيجه بعد كده؟ لا، انا عايزك تنجح وانت فاهم، انا عايزك تذاكر وتفهم ويعني وتعيش الامر عادي، وربنا سبحانه وتعالى ينجينا ويسلمنا من هذا البلاء الخطير. اوكي، ابذل مجهود، اتعب، ذاكر، افتح القنوات التعليمية، امسك كراسة، امسك قلمك، دون معلوماتك، يعني وتابع القنوات على اليوتيوب مثلا. اوكي، اللي انت ترتاح له تابعه. الوزارة بفضل الله سبحانه وتعالى موفرة مدرستنا واحد ومدرستنا اتنين، بالنسبة يعني مدرستنا اتنين للطالب في الثانوي. اوكي، يعني مفيش اي تقصير خالص. الاونلاين هو ده الواقع اللي احنا فيه يا جماعه دلوقتي. اوكي، مش عايزين بقى ايه نرجع للوراء ونقول عيالنا مش متدربين، مش ماشيين في انا معاك ان كل شيء في بدايته صعب، كل شيء في بدايته بيمثل صعوبه شديده جدا، لكن هو ده الواقع اللي بيفرض نفسه علينا يا جماعه. اوكي، احنا دلوقتي في واقع الاونلاين، ماشي؟ ما انت لو ما عشتش مع هذا الواقع، سوري في اللفظ، يعني هتتداس وهتتفرم. لا، اتطور وطور من نفسك وطور من اولادك. اوكي، وتابع. اوكي، الورقه والقلم ودون المعلومه. اوكي، على مستوى جميع المواد الدراسيه، معلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا. اوكي، وحل امتحانات، حل اسئله باستمرار، وما تسمعش للشائعات. الترم اتلغى، الترم هيتلغي، مفيش دراسة خالص، الحمد لله جت من عندك يا رب، هننجح بسهولة، ننجح ببساطة. مش عايزين الكلام ده يا جماعة، مش عايزين الكلام ده. مش الطالب المصري هو اللي يقول الكلام دوت. اوكي، احنا مخنا كبير ولازم نبص لقدام شوية، ما نبصش لورا. مش عايزين نركن الى الاستسلام والضعف والنوم والخمول، لا، احنا عايزين نكون دايما في نشاط، في نشاط. اجازه، هناخد شويه ريست، ماشي، لكن هنعاود تاني ويعني ونرجع تاني. اطلت عليكم الحوار، اطلت عليكم الحديث، لكن الحال دلوقتي والواقع هو اللي بيفرض نفسه يا جماعه. وسط العالم الشائعات وعالم الاقاويل الكتير اللي احنا بنسمعها ونشوفها دلوقتي. اتمنى ليكم السلامه والنجاه، اتمنى لبلدنا دايما النهوض والرفعه وكل حاجه حلوه، ويا رب يعدي الازمه ديت على خير وسلام، ويجي علينا رمضان بايام المفطره الجميله الطيبه واحنا في احسن حال من دلوقتي. ويا رب يا رب يا رب الموضوع يعدي بيسر وامان، وما نشوفش اي مكروه لا في صحتنا ولا في صحه اي حبيب وغالي علينا. مش عايز اطيل على حضراتكم، لكم مني كل التحيه وتمام التقدير، وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.